مش قادرة أصدق الكلام اللي أنت بتقوليه ده. معقول يتجوز عليكي بعد العمر ده كله؟ ملهمش أمان. لا يا حبيبتي، مش كل الرجالة زي بعض. عندك كمال مثلا. بلاش تأمني قوي كده يا أختي، اليم آمنة للرجال يم آمنة للمية في الغربال. كومو؟ ها؟ ريبيتي لا انكور اون فوا، ها؟ يعني قوليها مرة تانية. يم آمنة للرجال يم آمنة للمية في الغربال. بس انتي ما عملتيش البوسة دي اللي عملتيها ببقي. قصدك التصعيبة اللي بعملها ببقي يعني؟ أهو حلو وكده وصلت. بس كنت عايزة اقولك ان مش كل الرجالة زي بعض، كمال شيء وسيد بيه شيء تاني. الراجل حسب شخصيته والبيئة اللي هو اتربى فيها، يعني اكيد سيد بيه في حد في عيلته اتجوز اكتر من واحدة. مفيش غير ابوه بس. اتجوز كام؟ اتنين. يعني ما قلتليش قبل كده. اخوه اتجوز ثلاثة واخته اتجوزت اربعة. يعني متجوزة اربعة في وقت واحد؟ لا طبعا، دي كانت بتدوب واحد ورا التاني، يا اما المأذون يطلق يا اما الترب يدفن. يعني سيد بيه متأسس ابا عن اخت. ايوه، بس اللي اتجوز على مراته ده لازم يكون في اسباب، يا اما مراته عيانه، يا اما ما بتخلفش، يا اما لسانها طويل، يا بتسم بدنه كل يوم. لكن انا انتي تتحطي على الجرح يورم. نو قصدي طيب. بس ده انا ايدال وصوابع العشرة شمع، وانا ابصم بصوابع العشرة على كده. لكن تقولي ايه؟ بره وجوه فرشتيلك وانت مايل ومين يعدلك؟ كما ها؟ ريبيتي لا انكور اون فوا. ها؟ يعني قوليها مرة تانية. بره وجوه فرشتيلك وانت مايل وايه يعدلك؟ ايه ده؟ يعني ما صعبتيش ليه؟ اهو هايل اوريجينال. لكن قوليلي، هو في واحدة معينة هو حاطط عينه عليها؟ الظاهر انها مقرشة. اصل السيد محتاج فلوس ضروري علشان المحل بتاع اسكندرية في النازل خالص، عمال يخسر وهيعملوا له تفليسة. ليه؟ اصل بقى محدش بياخد باله منه، سيد واخد باله من المحل اللي في مصر، وحسن عنده كلية بتاعته. يوم يتجوز واحدة تانية عشان يعدل حال المحل بفلوس مراته؟ نو نو سنبا شيك سا. بس انا بقى قلت له لو اتجوزت هقتلها واقتلك واقتل نفسي. مسكت لك؟ لا، قال لي كفاية انت تموتي وكل مشاكلي تتحل. ايه اخص عليه، ده الراجل ده اتجنن في عقله. بس اكيد الراجل ده اتجنن. أنيسة لازم تخلي بالك منه، الراجل في ظروف زي دي بيبقى فيه خطر على حياتك. أنا خايفة يا سلوى، خايفة للسيد ينفذ اللي في دماغه. لا ما تسيبنيش. لا 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 ما تخافيش، ما تخافيش يا حبيبتي، طول ما أنا جنبك هنا مش ممكن هيقدر يعمل لك أي حاجة، فهماني؟ عن إذنك عن إذنك، ثانية واحدة. اليم أمنة للرجالة يم أمنة للمية في الغربالة. ايه ده يا سلوى ده؟ لا واضح ان اختلاطك المستمر مع الجيران دول اثر على مفاهيمك وعلى لغتك. مفاهيمك تحجرت ولغتك بقت سوقية، وانا شايف انه من الافضل انك تخف رجلك شوية من المروح عندهم. واسيب انيسة في الازمة اللي هي فيها دي؟ نو جميل لدي. ازمة ايه اللي انت بتتكلموا عليها دي؟ الراجل من حقه شرعا انه يتجوز مثنى وثلاث ورباع. يعني مش بعيد انك تعمل زيه. ايش دخلني انا دلوقتي؟ احنا كلامنا كله منصب على السيد بيه وبس. كل الرجاله زي بعضها، يعني مش بعيد انا مثلا اسافر لماما ارجع الاقيك متجوز واحده تانية ومقعده على عفشي انا، ويمكن كمان تخلف بنت وتقعدها في اوضه ليلى. لا هذا انت خيالك واسع قوي. ولا حيهمك التضحيات اللي انا ضحيتها علشان ده. انا عشت معاك على الحلوة والمرة السنين الطويلة دي كلها، لكن تقول ايه بقى؟ دوهور فرشتلك وانت معوج ومفيش حاجة تعدلك.
ايه ده يا سلوى ده؟ جلديكم من فوق. شوفي بقى، انا لو عرفت بره انك رحت عند جيران دول ولا شفت حتى وش الست انيسه دي هسيب لك البيت بالجيران اللي فيه وحبش. تسيب البيت وتروح فين يا كمان؟ طبعا انت بتتلكك علشان تروح بيت مراتك الجديده. ما كفايه بقى. خلاص خلاص يا كمان، عمر لساني ما هيجي على لسانهم، وهقفل باب بيتنا علينا، ده حتى انا ما بشوفهمش، دول بقالهم 10 ايام ما فيش لا حس ولا خبر. لازم مسافرين. لا مش مسافرين، لاني من كام يوم كده شفت امكن سيد وقف على بصه السلم وشكله بهدل ومعفر خالص ودقنه طويله، ده حتى صعب عليا. ايه وسلم عليكي؟ ابدا، اول ما شافني راح فتح باب شقته ودخل وقفل الباب بسرعه. بس يبقى لازم في حاجه. مفيش حاجه، وبطلي فضول بقى. ها يا دوبك على ما اوصل الشركه. مع السلامه يا حبيبي. انت ساعه ما شفت سيد بيه ده كان الصبح ولا بعد الظهر؟ بعد الظهر. كان مع حد؟ كان لوحده. غريبه، امال انيسه وحسن ابنهم راحوا فين؟ ده ممكن سيد دخل الشقه أنيسة معاه؟ لوحده. خليك انت هنا. سيد بيه، هو انت هنا؟ اما حتة مفاجأة. لا مؤاخذة، ايه المفاجأة اللي فيها؟ مش بيتي؟ بس يعني انتوا بقالكم فترة طويلة غايبين والنور كان مطفي، فلما النور يولع فجأة لازم اخاف اقول يمكن في حرامي جه ولا حاجة. ده انتوا بقالكم اكتر من اسبوعين قافلين الشقة. اسبوعين؟ اسبوعين. اصل كنا مسافرين. لا انا اللي كنت مسافر. لا كلنا كنا مسافرين. حدد مين اللي كان مسافر. كلنا، انا وحسن وانيسه. اسكندريه طبعا. لا سوهاج. سوهاج ولا اسكندريه؟ لا اسيوط. اصل سمعنا ان والد انيسه بعافيه فروحنا عشان نزوره. ايوه بس انا اعرف ان انيسه من اسكندريه. ايوه هي اصل انيسه اتربت ونشأت وترعرعت في اسكندرية بس. إنما الأصل من أسيوط، فإحنا لما سمعنا إن باباها بعافية قلنا الواجب إن إحنا نروح نزوره، وأنا رحت معاهم ولسه جاي بالديزل. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. وإزاي أنيسة وهي فين دلوقتي؟ أنيسة كويسة أوي 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 وبخير، وهي راحت لما لقت باباها في حالة خطرة. قلت ما يصحش ان انا اخدها وارجع تاني، فسبتها هي وحسن ورجعت لوحدي في الديزل بتاع دلوقتي. تبقى هي فين؟ خلاص فهمت، في اسيوط. الحمد لله، عن اذنك. فاستنى من فضلك، هي انيسه هترجع امتى؟ العلم عند الله. سيد بيه ده كذاب، سيد بيه بيكذب عليكي، سيد بيه ما كانش في اسيوط امبارح خالص. شرفك. ايه انا شايفه بعيني بالليل من بعيد وهو واقف بيشتري سندوتشات من مطعم فول وطعميه في باب الشعريه. ايه ده؟
سيد بيه ده بياكل فول وطعمية؟ وطبعا مش بعيد يكون سافر أسيوط بعد كده ورجع النهاردة الصبح. لا لا طبعا مستحيل، لأن أسيوط بتاعت على الأقل 6 ساعات رايح 6 ساعات جاي، ده كمان إذا لقى مواصلات في الوقت ده. لا لا، أنا شم ريحة حاجة في الموضوع. صباح الخير يا ست سلوهان. اهلا يا سيد بيه، اتفضل. ايه راي حضرتك في البلطو الميزون ده؟ ده البلطو بتاع انيسه، انا عارفاه. ايوه هو بتاع انيسه، وهي كانت دايما تقول لي انه عاجب حضرتك قوي، عشان كده هي قالت لي ان اعرضه على حضرتك قبل ما اعرضه على اي حد تاني. ايه هي انيسه عايزه تبيعه؟ ايوه هي شخصيا اللي عايزه تبيعه. غريبه، وعايزه تبيعه ليه؟ اصل والدها عيان قوي والعلاج بتاعه هيكلف كتير. لا ربنا يشفي. وعايزه كام؟ عايزه 2000 جنيه بس. ولقطه، وعلى فكره الفرصه دي مش عايزها تضيع منك ابدا، خديه وحضرتك تبقي كسبانه. ايوه بس لازم استشير كمال الاول. وماله، استشيروا بعض زي ما انتوا عاوزين، وبعدين ادوني خبر. طب تحب نفوت عليك امتى؟ لا لا لا، ما تفوتوش عليا، انا اللي هفوت عليكوا هنا. طيب اتفضل. لا 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 اتفضلي، خليه عند حضرتك، الدار امان يا فندم. سلام. انا بقى السلام. البلطو بتشبهيني بمين؟ معرفش. الأميرة ديانا سبنسر. إذا كنت الأميرة ديانا فأنا الملكة إليزابيث وهطلع عينيكي. السلام عليكم. أهلا يا كمال. إيه ده إيه ده إيه ده؟ إيه البلطو الفرو ده؟ اشتريتيه منين؟ من إيراد العزبة. هاي ما إحنا نقدر على تمن، وده بتاع مدام أنيسة. أنيسة؟ وشفتيها فين أنيسة؟ ما شفتهاش، ده سيد بيه اللي عرضه علي علشان أشتريه. وطالب كام؟ 2000 جنيه، مع إنه ده بلطو يساوي أكتر من 10,000 جنيه. 10,000 جنيه وعايز يبيعه ب2000؟ ليه؟ بس أنيسة محتاجة فلوس علشان علاج أبوها. ده معقولة؟ بقى سيد بيه الأخضر على سن ورمح ما عندوش 2000 جنيه في الدكان؟ لا لا لا، ده كلام ما يخش الدماغ أبدا. أنا كمان ابتديت أشك في الراجل ده، كلامه كده مش راكب على بعضه، بيكذب كتير. هو حر، رجعي له البلطو بتاعه، ملناش دعوة بالناس دي خالص. ملناش دعوة ازاي بس؟ هو كده وخلاص، مفهوم؟ بص لقيت ايه في جيب البلطو؟ وريني. مش بتاعنا. طب اقريه عشان نعرف بتاع مين. عيب، ما يصحش حاجة مش بتاعتنا ما يصحش نقراها. انت هتنقطيني؟ هاتي. لا لا خلاص، هقرهولك عشان ترتاحي. ده من ابو طنط انيسة. وهي بتعرف تقرا انيسة؟ ما هو علشان كده بعته الحسن وقال له اول ما يوصلك الجواب اقرا لامك على طول. طيب كاتب لها ايه بقى؟ يا انيسة، اصبري يا بنتي على جوزك، ومهما حصل فلازم تفضلي جنبه، واذا كانت دي ارادة ربنا فلازم يكون عندك ايمان بالله، وما تنسيش انك شفتي مع السيد ايام حلوة، فاستحمليه بقى في الايام الوحشة، سيبيه يتصرف وينفذ اللي في دماغه، وان شاء الله ربنا هيعوض صبرك خير. والسلام ختام اسكندرية في 14 منه. اسكندرية؟ هو ابوها بعت لها الجواب ده من اسكندرية؟ هو ده اللي مكتوب.
ازاي؟ ده سيد بيه كان بيقول ان ابوها عيان في اسيوط. كلام ايه اللي بتقوليه ده؟ بيكذب يا كمال، بيكذب. بيكذب؟ طب بس هيكذب ليه؟ علشان يداري على حاجه عملها، مصيبه بلوه تقيله. انت لو شفت شكله دلوقتي هتلاقيه نسخه تبقى القصر من صور المجرمين اللي بتوزعهم المحافظه. خلي بالك يا سلوى، احيانا الظواهر بتبقى خداعه وما بتدلش على الباطن. الحكايه واضحه زي الشمس. انيسه مختفيه بقالها 15 يوم، وابوها بعت لها جواب قال لها معلش يا انيسه استحملي تصرفات جوزك، وسيد قال لها انا هتجوز عليكي، وانيسه رفضت فهددها بالقتل. انا خايفه يا سلوى، خايفه لا سيد ينفذ اللي في دماغه. ما تسيبنيش. ما تخافيش يا حبيبتي، ما تخافيش، طول ما انا جنبك هو مش هيقدر يعمل فيكي اي حاجه. دلوقتي عمال يبيع في حاجتها، تقدر تقول لي ده معناه ايه يا كمال؟ يبقى عندك حق في شكوكك، بس مش احتمال برضو انه لسه هتقول لي احتمال؟ ده اكيد قتلها. ايه؟ ايوه، خلص عليها واخد جثتها. شويش شويش، عشان مفيش حد من الناس يصحى ويشوفنا. يلا عشان اللي برا دي يا ماما. سيد بيه لعفش انيس، روح صاحي بابا بسرعه. سيد بيه؟ مدام سلوى هانم. اقدر اعرف ايه اللي بيحصل هنا بالظبط؟ لا ابدا مفيش، ده شويه عفش بننقلهم في الفجر كده. مش ده العفش بتاع مدام انيسه؟ ايوه طبعا. وديه فين؟ احنا هنجدده، يعني قصدي هنبيعه وهنجيب غيره جديد. عشان العروسه الجديده مش كده؟ عروسه؟ يظهر ان حضرتك منبع الاخبار كلها. عن اذنك يا هاني. ايه عملها؟ عمل ايه؟ المجرم هرب عفش انيسه. ثبتت الرؤيه يا كمال. ما دام وصلت لكده يبقى شكوكي كلها كانت في محلها. يا سلام، ده انت عبقريه يا سلوى. انت واقف تتغزل في عبقريتي بدل ما تعمل اي حاجه. واقف ايه هعمله؟ روح غير هدومك. صباح الخير يا حضره الضابط. صباح النور. احنا جايين نقدم بلاغ بخصوص جنايه، جريمه قتل. انتوا متأكدين؟ طبعا، امال يعني بنهزر؟ مين قتل مين؟ هو قتلها. افندم، هو مين اللي قتلها؟ وهي تبقى مين؟ سيد قتل انيسه. مين سيد ومين انيسه؟ انا هحكي لسيادتك كل حاجه في الموضوع بالتفصيل. اسمح لي قبل ما تحكي بالتفصيل، اولا انا عايز اسالك شويه اسئله محدده وتجاوبني عليها اجابات محدده. اوي اوي اوي، اتفضل. اولا الجريمه دي حصلت فين؟ يعني فين مكان الجريمه؟ الحقيقه انا معرفش بالظبط. طيب عارف طريق الجثه؟ الحقيقه برضو معرفش. طيب الجريمه دي وقعت امتى؟ الحقيقه امتى دي بالذات انا معرفهاش. جريء يا استاذ، انت لا عارف طريق الجثه ولا مكان الجريمه ولا وقت حدوثها، لكن عارفين القاتل. احنا هنقول لك على اسمه وانت عليك الباقي. ما هو احنا مش هنعمل كل حاجه.
يا هانم، عشان يبقى فيه قاتل لازم يبقى فيه قتيل، وعشان يبقى فيه قتيل لازم يبقى فيه جثة. الجثة موجودة. الله، طب ما قلتيش كده من الأول ليه؟ فين الجثة؟ يا في مصر يا في اسكندرية. لا، الحياة اتحددت قوي. طب القاتل ارتكب الجريمة فين؟ يا في مصر يا في اسكندرية. وارتكبها امتى؟ يا الأسبوع اللي فات يا اللي قبله. ده ايه المعلومات العظيمة دي؟ رد انت يا صاحب البلاغ. ما هو أصل يا حضرة الضابط، احنا عندنا شكوك تصل إلى حد القرائن، لكن مفيش أدلة مسكنة تحت إيدينا. يا أستاذ، اللي يبلغ عن جريمة قتل على الأقل يبقى تحت إيده قتيل، عشان احنا نتحرك للبحث عن القاتل وعن الأدلة. طيب تسمح تقول لي يا حضرة الضابط أنيسة راحت فين؟ برضه هتقول لي أنيسة؟ ما هي أنيسة دي جارتنا وهي محور البلاغ، أصلها اختفت فجأة. تقوم تعمل بلاغ باختفاء مواطن وطلب بالبحث عنه، ومش كل شخص يختفي معناها انه قتل. أصلها اختفت في ظروف مريبة. أنا مش قادر أفهم يا حضرة الضابط، أنت ليه مش عايز تسمع الحكاية كلها؟ ده أنت هترتاح وتريحنا ويمكن تشكرنا كمان. اتفضلي احكي يا هانم. طب بس الأول إيه؟ اتفضل اقرا الجواب ده. انت بس زعلانة ليه دلوقتي؟ علشان كان لازم البوليس يتحرك على طول. ما هو قالك انهم هيعملوا التحريات اللازمة بعد ما يعرف انهم بيرابوه، ما هو هيخفي كل اثار الجريمة. الله، طب واحنا في ايدنا ايه نعمله اكتر من اللي عملناه؟ ما هو كان لازم تضغط على البوليس علشان يقبضوا على المجرم. مو هيقبضوا عليه في الوقت المناسب. الوقت المناسب ده ايه؟ بعد ما يعرف ان احنا اللي بلغنا عنه يقوم يخلص علينا. هو هيعرف منين بقى؟ ده يفهمها وهي طايرة، ده جن مصور. كان لازم تقول للبوليس انه يعين لنا حراسة هنا، ده بيهون عليه يقتل مراته، ممكن يقتل اي حد في الدنيا. مش بعيد ينط لنا من شباك الجنينة او من باب المنور، من عارف؟ ما هو يمكن تلاقيه واقف هنا ورا الباب ده بيصنط علينا دلوقتي. امي افتح لي الباب. لا عيب، افتح انت الراجل. افتح. طيب. تفضل يا سيد بيه، تفضل. اهلا وسهلا. اهلا سيد بيه، تفضل. اهلا 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 سيد بيه، عاش من شافك. شايف عيني بتبص لنا ازاي؟ تفضل. نعم. وصلتوا لحد فين؟ ما وصلناش لأي حاجة، لا رحنا لهنا ولا هنا. ولا عتبنا اسم البوليس. بوليس؟ هيطلع السلاح. لا مؤاخذة، أصل أنا تعبان قوي. عذاب الضمير. قلتوا ايه في الموضوع يا؟ والله يعني ما فيش حاجة ابدا عملناها من اللي في دماغك دي ابدا، صدقني. اصل المسألة مسألة حرية. يعني كل واحد في الدنيا دي حر في مراته. مراته؟ مراته؟ هو انا قلت مراته؟ لا ابدا، ده انا قلت شرباته. يعني شرباته هو حر يلبسها، يقلعها، يطلقها، يذبحها. هو يذبح شرباته ليه؟ عشان يعمل عليها ملوخيه خضراء. حلوه دي، اضحك. ظريف قوي. خلصوني. نعم. عملتوا ايه في موضوع البلطو الميزون؟ هو انت قصدك على موضوع البلطو؟ اعملوا معروف، خلصوني، انا ورايا اشغال كتير. أنا جاي من أسيوط مخصوص أخلص الأشغال دي وأرجع تاني. أسيوط برضو؟ ما تسيبك بقى من حكاية أسيوط دي. قصدك إيه؟ قصدي إنك ما سافرتش أسيوط، والليلة اللي قلت إنك مسافر فيها أنا شايفك بعناية درهم وأنت في ده واقف بتاكل سندوتشات فول وطعمية في باب الشعري. مش أنا. لا أنت. قلت لك مش أنا. لا أنت الفاضل، مش لا أنت ولا هو، ده لازم اتنين غيركم أنتوا الاتنين.
خلصوني. فين الألفين جنيه بتوع البلطو المزعوم؟ مش عايزاه، مش عايزاه. يبقى ايدك على البلطو. مفيش بلطو، البلطو ده بتاع أنيسة ومش هسلمه لأي حد إلا الأنيسة شخصيا. مفيش أنيسة. سمعت قال ايه؟ أنا هنا بدلها. متأسفين، روح هات ست أنيسة واحنا نديلكوا البلطو. بس أنا اللي جايبه. ولا ده شغل نصب ده، من فضلك. حاضر يا عم القايم، مسيرنا نتقابل تاني يا صاحبة الزكاوة، بس هتبقى مقابلة آخر نقاوة. سمعته قال ايه؟ بيهددنا. طب ومستني ايه؟ ما تقوم تكلم البوليس. طيب. أيوه. حضرتك سيد الأخضر؟ أيوه أنا فندم. حضرتك مطلوب في الاسم أمام حضرة الضابط. حاضر، أنا بس لو سمحت هسرح شعري وأجي على طول. أوام. مفيش لزوم للف ودوران، أنت عارف كويس إحنا استدعناك ليه. أنت مش قلت في المحضر إنك متجوز الست أنيسة؟ أيوه. طب هي فين؟ اما لمؤاخذه ده سؤال غريب يا وسعه البيه. رد على السؤال، فين مراتك المدعوه انيسه؟ هي مسافره. لا لا لا، هي هنا. لا لا لا، مسافره مسافره. يعني ما انتش عارف اذا كانت مراتك هنا ولا مسافره؟ اصل سعاده الباشا سعادتك فوجئتني بالسؤال. وانت طبعا ما كنتش مجهز اجابه. اصلا مؤاخذه ده مسائل عوائليه وما يصحش حد يتدخل فيها. لا هي مش عوائليه قوي يعني، لان التحريات بتاعتنا اثبتت ان مراتك اختفت تماما. قولي هي عايشه؟ وبعدين بقى. طب ممكن اقابلها؟ ما هو انا جاي هنا بالنيابه عنها. لا انا عايز اشوفها وجها لوجه. طيب اروح اسالها الاول. وماله، مفيش مانع، اتفضل روح اسألها. حاضر. وانا جاي معاك. اتفضل. طيب طيب، جاي الصبر هتهدوا الباب يا اختي. مساء الخير يا حفيظ. مساء الخير يا سي السيد. اتفضل يا حزار. يا ست ظابط، انت جايب لي بوليس لحد البيت؟ حضرتك الست انيسه؟ لا يا اخويا انا حفيظه. جديدة مش كده؟ لا يا اخويا انا قديمه، ده انا حتى اقدم من اللي زغلي. سيد سيد، في ايه يا سيد؟ ايه طمني، حضرتك الضابط مسكك ليه؟ ما هو أصلاً عملت ايه؟ لا ما هو الحكايه، اتكلم بسرعه يا سيد اتكلم. مش مدياني فرصه اتكلم ابدا. مين فيهم مراتك؟ انا يا بيه. في حاجه؟ حضرتك الست انيسه؟ من زمان. واثقه انك انيسه؟ ايه مش باين عليا. وحضرتك عايزه تحلف لك انها انيسه؟ انا بقى اشهد انها انيسه. والبازابورت بتاعي اهو. اتفضل يا بيه، البازابورت اهو مكتوب فيه انا انيسه مرات سيد الاخضر. ايه؟ طب امال ليه يا ست انيسه اختفيت من البيت فجاه وجيت استخبيتي هنا؟ استخبيت ده ايه؟ هو علي حكم نفقه ولا تحت المراقبه؟ ما اقصدش، بس اختفائك المفاجئ ده اثار شكوك وشبهات كتيره قوي. مفيش، هما جماعه الحمراوي بس. اصل كان في ظرف كده خلانا سيبنا البيت اليومين دول. هو في القانون يا حضرة الضابط ان اي مواطن ممنوع ان هو يتنقل من المعادي لحد باب الشعرية؟ بكرة يفرضوا ضريبة على كل واحد يعمل كده. انا متأسف يا جماعة اذا كنت سببت لكم اي ازعاج. لا حصل خير يا حظة. لا لا ما حصلش خير ولا اي حاجة، هو ما يخرجش من هنا خالص، ده انا فضحتي بقت في جلاجل في الحارة كلها. اهمد يا حفيظة. لا ما اهمدش، ده كل اهل الحارة شافوه هو داخل عندي. اسكت يا حفيظة. لا انا ما هسكتش، اهل الحارة هيقولوا علي ايه؟ هو كان جاي يظبط عندها مخدرات ولا يدور على مسروقات؟ حفيظة سيبي حضرة الضابط يمشي يا حفيظة. لا انا مش هسيبه يمشي يا انيسة الا ما يردلي شرفي قدام اهل الحارة كلهم ويقولوا ان هو جاي عشانكم انتم مش عشان انا. اتكتم يا وليه. طه صباح
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقى ده سموكة. احنا اتقلنا عليك يا حفيظة. ما تقوليش كده يا ست أنيسة، وانا انسى اللي انتوا عملتوه معايا في اسكندرية بعد المرحوم ما مات. ده واجب. اذا كان بيتي ما يشيلكوش وانتوا في الظرف ده، عينيا من جوه تشيلكم. اصيلة يا حفيظة. ده انا الود ود انكم تسيبوا المعادي وتيجوا تقعدوا معايا هنا وتشوفوا انا هعمل معاكوا ايه. اول هام ملكوش دعوه بشغل البيت خالص، انا علي اغسل واطبخ وامسح والمواعيد. خلاص يا حفيظه خلاص. ده انا حتى مستعديه اسافر اسكندريه واقعد اشتغل هناك في المحل وراعي حسن ابنكم وتشوفوا بقى المحل هيمشي ازاي. ما تسكتيها يا انيسه. ما هو اصل الزباين اللي هناك في اسكندريه ما هماش على البال. اتكتموا يا وليه. طه على العموم احنا مش هنطول اكتر من كده، اصل المسائل ابتدت تطقطق وتتلحلح معانا، وانا بعت العفش وقبضت ثمنه وسافرت اسكندريه، سددت الجزء من الدين للديانه، وعين بقيت الديانه لما شافوني عملت كده اطمنوا ليا ووافقوا انهم يستنوا عليا شويه. والتفليسه؟ لا ما هو خلاص مفيش تفليسه. والحجز؟ المحامي هيعمل محضر صلح مع الديانة ويرفع الحجز. الدفعة التانية ان شاء الله في الميعاد اللي اتفقنا عليه. بعد 10 ايام زي ما قال الاستاذ حسن. انا صعبان عليا حسن قوي، ساب الكلية بتاعته وسافر اسكندرية مخصوص عشان المشكلة دي. يا ريت يقعد هناك على طول. صح، ما هو لو كان اللي ماسك المحل قلبه عليه ما كانش حصل اللي حصل. وواجب بقى على حسن ابنكم انه يسيب العلام خالص ويقعد يساعد ابوه. والسفلسه؟ وهتعمل له ايه السفلسه بس؟ لا لا يا سيد، حسن لازم يكمل علامه، وانا بقى مستعديه اقف جنبك بداله في كل حاجه. كل ده وما وقفتيش جنبي. ده انا مش عارف كنت اعمل ايه لو ما كنتش انت واقفه جنبي يا انيسه. ما تقولش كده يا سيد. انا ما انساش ابدا انك انت بعت هدومك وبعت عفش البيت عشان تساعديني. كله فداك يا سيد. بس يا حفيظه بس. انيسه انت ما تتعوضيش. انيسه انت حته بلالان. اتكلم يا وليه. طه وجب بقى ان احنا نبيع البلطو والذهب والسجاجيد علشان نلحق ندفع الدفعه الثانيه للديانه. لعلمك بقى مدام بومبردور صاحبتك دي هي والباشا بتاعها ضربوا عوافي على البلطو المازون بتاعك. ده انا اضربهم بالرصاص في قلبهم. نشوف بقى السجاد والذهب. ما هو الذهب بتاعك انت اللي لازم تلميه بنفسك. انا لا يمكن اعتب هناك دلوقتي يا ستي. انا ما اعرفش اجيب الذهب بتاعك، اصله متنطور في كل حته في الشقه، اشي في الحمام واشي في العلبه واشي على التسريحه، يبقى انت اللي لازم تروح تجيبيه بنفسك. لا يشوفوني. ما هو انت هتخش في الفجر قبل ما هم يصحوا وتخرجي تاني يوم بالليل والكل يكونوا نايمين. طيب خد دي خليها معاك. خلاص يا وليه. خرست خالص. صباح الخير. زبط كمال بيه الحمراوي موجود؟ بابا في زهد بشرتين عايزك. بوليس خير؟ خير يا سويش، اي خدمة؟ حضرتك مطلوب في الاسم امام حضرة الضابط. عايزين منك ايه يا كمال؟ اما اروح هناك هعرف. بس انا عرفت. طب عاوزينه ليه؟ قبضوا على المجرم السفاح وعايزين يسمعوا شهادتك ويواجهوك بيه. صح. يجوز. يلا بينا يا شويش. اتفضل. شفت بقى انتوا تسببتوا في ايه يا استاذ كمال؟ انا كل اسف وخجل من اللي حصل ده. فعلا ما كانش يجب ان انا اتسرع في القاء التهم جزافا بالشكل ده. انا ممكن اوجه لكم تهمه البلاغ الكاذب وازعاج السلطات. ارجوك وجهها. لا سماح المره دي. انا بقى مصر. غريبه. يا كده
يا تتفضل سيادتك تشرفني في البيت عشان تفهمهم بنفسك خطورة التصرفات اللي من النوع ده. بيتهيألي ان ده مفيد برضه. انا حاجي معاك. ايوه اتفضل سيادتك. اتفضل. الباب اتفتح، خرج أمكل سيد ومعاه شيالين. شايلين ايه المرة دي؟ سجادة ملفوفة كبيرة. دي لازم السجادة الشينواة بتاعت الصالون دي، باينة عليها تقيلة قوي. وريني كده. انا عارفة تقيلة ليه، حاطين فيها كوشة القتيلة. عندك انت وهو. اهلا بالزكاوة، ايه اخبار الميزون؟ احنا مش في البلطو الفيزون دلوقتي، احنا في اللي جوه السجادة دي. انت لسه ما بطلتيش. نزل السجادة دي انت وهو. مفيش وقت. قول لهم ينزلوا السجادة، لان دي هي اللي فيها جسم الجريمة يا سفاح يا مجرم. الله الله الله، حسني ملابسك ولم ذلك احسن لك. اخرس. اتفضل يا حضرة الظابط. ظابط حلو، جيت في وقتك. القاتل قدامك اهو، اقبض عليه. سلوى اسكت انت. انتوا يا ظابط مش كنتوا بتدوروا على الدليل؟ الدليل اهو قدامك. السجاده؟ لا مش السجاده، اللي جوه السجاده جثه القتيله. بطل الكلام الفارغ ده فورا وخش الشقه يا سلوى. قتيله ايه اللي بتقول عليها دي؟ يا خسارتك يا انيسه. انيسه؟ يا حبيبتي يا انيسه. اي عليا من جوه يا انيسه، لكن ما تخافيش، عيون العداله سهرانه وهتاخد لك بطارك من السفاح ده. اي عليا اي حبيبتي يا انيسه، يا خسارتك يا خسارتك كده تسيبيني لوحدي يا اصيله. انت اللي اصيله يا سلوى ادم، البقيه في حياتك. حياتك الباقيه يا حبيبتي اهي قدامك، اسالها بنفسك هتقول لك مين اللي قتلها. الشاي، انا عامله الشاي جوه ونسيته، اتفضلوا اشربوه. اتفضلي. يلا بينا على شقتنا، تقفليها عليكي بيبان وشبابيك، فاهمه؟ مع السلامه يا بتوع الحلاوه. الله يسلمك يا بتاعت البلطو. يلا بينا بقى يلا. يعني عاجبك المهرجان اللي حصل بسببك ده؟ غصب عني يا كمال، الناس بتتصرف غلط، وانت عارف انا ما اقدرش اشوف الغلط واسكت عليه، لازم اتدخل علشان اصلحه. وانت مالك انت؟ داعي الخلق للخالق. اسمعي، من هنا ورايح مفيش غير صباح الخير يا جاري، انت في حالك وانا في حالي. جرى ايه يا كمال؟ انت عايز تنقطني ولا ايه؟